خارطة الطريق. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها الأمم المتحدة تعلن عن هدنة إنسانية في غزة صباح اليوم، وإسرائيل تستبقها بقصف عنيف رفع حصيلة الشهداء إلى 1458. للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه. سلسلة الرتب والرواتب محور متابعة واجتماعات بين القوى والهيئات المعنية. انحلت، والإثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزارة المالية. المؤسسة العامة للإسكان تطمئن لاستمرار عملها وتؤكد وقوفها إلى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. صباح الخير. أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 72 ساعة تبدأ عند الساعة 8 من صباح اليوم، محذرة من كارثة إنسانية في القطاع. وقد استبقت قوات الاحتلال الهدنة المتوقعة بقصف عنيف ومكثف على أنحاء غزة، مما رفع حصيلة الشهداء إلى 1458 وفق إعلان وزارة الصحة الفلسطينية. أما في الجانب السياسي فتوقع قيادي في حركة حماس أن يغادر وفد فلسطيني إلى القاهرة اليوم للمشاركة في مباحثات مع وفد إسرائيلي لوقف دائم للنار أعلنت عنها واشنطن، علما بأن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قال إن إسرائيل ستواصل ما أسماها عملياتها الدفاعية خلال فترة التهدئة. المزيد من التدمير والتخريب صنعته إسرائيل اليوم على قطاع غزة، قصف ودمار وركام وزعه الاحتلال على مناطق القطاع كلها وأمعن في قتله بعناية واحتراف. هنا في غزة استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين في خان يونس ورفح وبيت حنون وجباليا ومناطق الوسطى، وحيث استهداف قناة الأقصى وعدد من المساجد والكنائس. مشهد آخر حيث هذا الرضيع ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي، أمه أبت أن تزعج حتى بعد استشهاده فلامسته بقبلة كآخر لقاء يجمعهما. هنا غزة حيث الحديث عن مبادرات إنسانية من طرف واحد، فتباغتك حزمة من الصواريخ لتستهدفك في سوق أو عند محل شراء حاجيات منزلك. هنا غزة حيث سقوط الشهداء والجرحى ل25 يوما ضمن حملة إبادة جماعية دون تحريك العالم لأي ساكن، وفيما يتحرك العالم بخفر بناء على طلب الرئيس الفلسطيني بإعلان غزة منطقة منكوبة سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بالحصول على ذخائر من مخزون محلي الأسلحة الأمريكية، فيما يدرس مشرعون أمريكيون تقديم تمويل إضافي لمنظومة الدرع الصاروخية في إسرائيل بمبلغ 225 مليون دولار. محليا شكلت سلسلة الرتب والرواتب محور اتصالات واجتماعات بين القوى السياسية وهيئة التنسيق النقابية. وعقب اجتماع في وزارة التربية أكد الوزير الياس بو صعب أن الموضوع ما زال حتى اللحظة موضع مناقشة، في حين أكدت هيئة التنسيق النقابية الإضراب يوم الأربعاء المقبل. التقرير لمنير ربيع. لا يزال موضوع سلسلة الرتب والرواتب محل تشاور بين هيئة التنسيق النقابية والقوى السياسية. اجتماع الهيئة إلى وزير التربية انتهى إلى إعلان بو صعب أنه ما زال على موقفه ولاءاته الثلاث، لا للإفادات ولا للتصحيح من دون الهيئة، كما لا لتضييع مستقبل الطلاب. وعليه أعطى هيئة التنسيق مهلة أيام للتفكير فيما يمكن فعله على هذا الصعيد. كنت بتأمل أنه اليوم يكون عندنا حلول إيجابية مثل الحلول اللي صارت للجامعة اللبنانية بالأسبوع الماضي، ولكن للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه.
موضوع السلسلة موضوع أساسي جدي عم ينحكى فيه بأعلى المستويات، وهو اليوم عائق قدام أي قرار ممكن تاخده هيئة التنسيق لتصحيح الامتحانات. هيئة التنسيق النقابية بدورها أكدت تمسكها بمواقفها معلنة عن خطوات تصعيدية. بالحقيقة ما استلمنا كهيئة التنسيق النقابية ولا أي رد له علاقة بمطالب هيئة التنسيق النقابية. عن أي سلسلة عم يحكوا؟ ما في جواب. شو هالاقتراحات اللي عم يتداولوا فيها؟ ما في أي جواب إلا اللي عم نسمعه عن طريق وسائل الإعلام واللي عم ينشر بالجرائد. احنا رايحين على أضراب بالقطاع العام بستيئاب، على اعتصام بالقطاع العام بستيئاب الساعة 11 بساحة رياض الصلح. ليش رجعنا على مقاطعة الامتحانات؟ لأنه وعدونا السياسيين إنه نحن وعم نعمل امتحانات خلال أسبوعين هني بيحلوا موضوع السلسلة. سياسيين بيتحملوا مسؤولية المأزق اللي وصل له 100,000 طالب بالبلد، مش نحن. هذا وترفض هيئة التنسيق أي مس بالحقوق، وهي ترفض أي تخفيض من حقوق المعلمين والموظفين، إضافة إلى رفضها لأي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة. رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قال لصحيفة اللواء إن كتلة المستقبل متمسكة بالسلة المالية المتكاملة، والتي تشمل تشريع زيادة الإنفاق على الرواتب وقطع الحسابات منذ العام 2005، فضلا عن إصدار سندات اليورو بونز لتمويل الدين الخارجي وإقرار موازنة العام الحالي وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. طمأنت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين إلى استمرار منح القروض لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط. التقرير لمحاسن مرسل حلبي. لا أزمة مالية لدى المؤسسة العامة للإسكان، وهي تطمئن المواطنين بمواظبتها على تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بينها بكامل شروطه التفضيلية وبرعاية مصرف لبنان. نحن بالنهاية عنا موازنة بتنرصد لنا كل سنة من مالية الدولة. نحن بنقدم موازنة مثل كل وزارات الدولة. بده يكون سمعوا انه اليوم في تعسر ببعض المطارح، فكر انه هيدي كمان بتلزم المؤسسه العامه للاسكان انه ما رح نقدر ندفع المتوجب علينا، عملوا هالازمه. انحلت، والاثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزاره الماليه. نحن تبلغناه جمعه الماضيه، والوزاره الماليه اليوم اعلنته رسميا انه امنوا لنا سلفه خزينه اللي هي بتغطي جزء كثير كبير من الاموال اللي عايزينها، بيبقى في قسم ثاني من هلا لاخر السنه بيامنوا لنا اياه. بعتقد الحرب عليها هي لأنها الأنجح، وهي لأنها نجحت بهالبروتوكول التعاون، ونجحت بهال التعامل بين القطاع الخاص والقطاع العام. هذا وتؤمن المؤسسة العامة للإسكان سنويا نحو 6500 وحدة سكنية. هذا الرقم هو بشكل تقريبا 50% إذا مش أكثر من قطاع العقاري بلبنان. يعني هذه المؤسسة العامة للإسكان هي من أهم المؤسسات، من أبرز المؤسسات اللي موجودة بالبلد اللي مهدية الاقتصاد اللبناني. المؤسسة العامة للإسكان هي بمثابة الملجأ لذوي الدخل المحدود للقروض السكنية، فمن له المصلحة بشن الحرب عليها؟ بإيعاز من الرئيس سعد الحريري، أطلق أعلام المستقبل مبادرة إعلامية تضامنية مع مسيحيي الموصل من خلال توجيه الدعوة إلى كافة وسائل الإعلام للاجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في كيفية تظهير موقف يرفض التطرف ويدعو للوقوف في جبهة واحدة ضده تحت لواء العيش المشترك والقسم بأن نبقى موحدين مسلمين ومسيحيين. التقرير لربيع شنطف. بعد تضامن الإعلام اللبناني مع أهالي غزة من خلال تقديم نشرة إخبارية موحدة عن فلسطين، مبادرة إعلامية تضامنية جديدة أطلقها إعلام المستقبل بإعاز من الرئيس سعد الحريري لتظهير موقف موحد إزاء ما يتعرض له المسيحيون في الموصل. هذه المبادرة تحدث عنها مدير عام تلفزيون المستقبل رمزي جبيلي، الذي لفت إلى أن الدعوة وجهت إلى وسائل الإعلام لعقد اجتماع عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في مبنى تلفزيون المستقبل للتداول في أفكار حول كيفية تظهير رفض ظاهرة التطرف في الموصل.
كما في أي بقعة في المنطقة. وأشار جبيلي إلى أنه تلقى تأكيدا مبدئيا من الوسائل الإعلامية كافة بالمشاركة في اللقاء، معربا عن تفاؤله بأن يخرج بالنتائج المتوخاة منه. هذه المبادرة جاءت لتؤكد على خط الاعتدال الذي ينتهجه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، ليس فقط على المستوى اللبناني حتى على المستوى العربي، ورفض كل دعوات التطرف والمغالاة ومحاولات استغلال الدين لأهداف سياسية أو لغايات غير دينية. الدين الإسلامي هو دين اعتدال ودين تسامح ومحبة، يعني والدين الإسلامي اعترف بكل الديانات السماوية الأخرى، وبالتالي دعا إلى التعايش بين أتباع هذه الديانات، وهذا ما حصل على مدى 1400 سنة. الإعلام هو الذي سيظهر هذه الدعوات للاعتدال والتسامح والحفاظ على العيش المشترك. ولا ننسى أن الآية الأولى التي نزلت على الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، وبالتالي الإعلام هو وسيلة التخاطب مع الأمم والشعوب. وبهذه المبادرة وبعد تبنيها من الجميع، يثبت الإعلام اللبناني مجددا أنه رسالة تعايش وصاحب مبادئ وقضايا حرة. أطلع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من أهالي طائرة ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة على آخر نتائج التحقيقات الجارية، موضحا أن عمليات البحث لا تزال صعبة وأن سوء الأحوال الجوية هو السبب الأول لسقوط الطائرة. في الوقت الذي تتواصل فيه عملية انتشال جثث وأشلاء ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة وتحليل الصندوقين الأسودين في فرنسا، التقى وزير الخارجية جبران باسيل وفدا من أهالي الضحايا بحضور المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وخبير في الطيران المدني. وقد جرى إطلاع أهالي الضحايا على التحقيقات الجارية بشأن ظروف سقوط الطائرة وعملية البحث عن الجثث والأشلاء ومطابقتها مع عينات الدي إن إي. لحد اليوم نحن ما في عنا عقبات إجرائية أو قانونية أو قضائية أو تقنية بالمتابعة، إنما في حادثة هي بطبيعتها كتير صعبة وعملية البحث صعبة. طبيعة وقوع الطائرة عن الارتفاع اللي كانت عليه بيخلي إنه الأشلاء البحث عنها كتير صعب، وعملية المطابقة لا مع النتائج الدي ان اي اللي عنا اياها عمليه تستغرق وقت. واجب الدوله اللبنانيه تجاه ضحاياها هي اولا ان تعمل لهم الحداد اللازم الوطني، بسبب اتصال صار من قائد الطياره بتغيير مساره انه كان عم بيواجه يعني احوال جويه مش الوزير باسيل لفت إلى أن هذه الكارثة يجب أن تكون عبر الدولة اللبنانية لتسيير رحلات من الشركة الوطنية باتجاه إفريقيا. أهالي الضحايا من جهتهم وجهوا نداء للدولة بإقامة خلية طوارئ لحوادث مماثلة. هاي النكبة بدنا ناخذ منها عبرة للمستقبل. أقل طلب من دولتنا اللبنانية هو اليوم خلية طوارئ. خلية طوارئ تهتم بالحادث وقت اللي بيحصل على القليل لحتى ما نحس حالنا نحن، وقت اللي بنكون عم ندور على خبر نكون عرضة نحن انه هذا الخبر يضيعنا بمتاهات بغنى عنها. من جهة اخرى افادت معلومات ان لبنان سيوفد الخبير في الدي ان اي البروفيسور فؤاد ايوب الى فرنسا للمشاركة في انجاز عملية فحوص الحمض النووي. في النشرة بعد الفاصل، مواجهات طاحنة في جوبر بدمشق والثوار على تخوم ساحة العباسيين. أهلا بكم من جديد. في سوريا قتل عدد من مقاتلي حزب الله في جرود القلمون بريف دمشق في كمين نصبه مقاتلو الجيش الحر، في حين سقط عدد من الجرحى بسقوط براميل متفجرة على حي الشعار في حلب. وفي الجنوب قتل عدد من عناصر الأسد وجرح آخرون جراء استهداف عربة ذخيرة بريف القنيطرة، بينما قصف الثوار معاقل لكتائب الأسد في حي غربي من مدينة بصرة الشام بريف درعا. تكبدت قوات النظام السوري خسائر إضافية في معارك على أكثر من جبهة، بخاصة في ريف دمشق،
كما قتل عدد من عناصر حزب الله في جرود القلمون عقب كمين نصبه الجيش الحر، فيما سيطر الثوار على مواقع لقوات النظام في محيط بلدة فليطة بالقلمون وقتلوا 8 عناصر. في العاصمة وصلت الاشتباكات إلى حدود الجهة الغربية لحي جوبر في اتجاه ساحة العباسيين، حيث تمكن الثوار من تدمير دبابة لقوات النظام وقتلوا طاقمها قرب حاجز العباسيين. وفي حلب سقط عدد من القتلى والجرحى بعد استهداف حي الشعار، وطاول القصف أيضا بلدة حيان بالريف، فيما قتل ما لا يقل عن 50 مقاتلا كرديا ومن تنظيم داعش في معارك بريف حلب. على صعيد موازن شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة كفر زيتا ومنطقة الزوار بريف حما، وقصف بالمدفعية ظهر الشيحة بالبراميل المتفجرة بلدة خطاب بالريف الشمالي لحما، مما أدى إلى حصول دمار في منازل المدنيين. في الجنوب السوري قتل عدد من عناصر الأسد وجرح آخرون جراء استهداف عربة ذخيرة قرب سارية خميسة بريف القنيطرة، بينما قصف الثوار معاقل لقوات النظام في الحي الغربي في مدينة بصر الشام بريف درعا بقذائف الهاون، كما سقط عدد من القتلى والجرحى إثر إلقاء براميل متفجرة على بلدة داعل. استأنفت الكتائب الليبية المتنازعة القتال والقصف العنيف في جنوب العاصمة طرابلس سعيا للسيطرة على المطار الرئيسي في المدينة، مما خلف مئات القتلى والجرحى. وفي مدينة بنغازي شرقي البلاد ترددت أصداء انفجارات القذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات، على الرغم من موافقة الفصائل على هدنة إنسانية تسمح لرجال الإطفاء بإخماد حريق اندلع في أحد مخازن الوقود. التدهور الأمني واتساع رقعة المعارك يدفع بليبيا إلى الغرق في الفوضى أكثر فأكثر، فقد جددت القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر قصفها مجموعات مسلحة سيطرت على معسكر الصاعقة والقوات الخاصة الأهم في مدينة بنغازي. وذكرت مصادر أن وحدات الجيش التابعة لحفتر جددت قصف كتيبة 17 فبراير ومعاقل أخرى لجماعة أنصار الشريعة في بنغازي، كما سيطرت على مديرية الأمن. إلى ذلك قتل شخص وجرح 2 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين ومسلحي جماعة أنصار الشريعة في مسيرة احتجاجا على سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على المعسكر الرئيسي لقوات الصاعقة والخاصة لتضع يدها بشكل كبير على المدينة. من جهة أخرى قرر البرلمان الليبي الجديد عقد جلسة طارئة لبحث الوضع الخطير في البلاد، بينما وافقت الأطراف المتناحرة في العاصمة طرابلس على هدنة مؤقتة للسماح لرجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق في خزانات الوقود القريبة من المطار، كما تم انتشال عشرات الجثث في معسكر تابع لقوات حفتر استولت عليه ميليشيات مسلحة معارضة له في المدينة. وفيما دعت بلدان أوروبية رعاياها إلى تجنب السفر إلى ليبيا، وأجلت الصين بعض مئات من العمال بحرا إلى مالطا، أعلنت تونس أنها لن تستطيع استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين الهاربين من المعارك في بلادهم، وأنها قد تغلق الحدود البرية مع ليبيا إن اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. اغتيال قنصل لبنان الفخري في بنين أسعد الشغوري. أهلا بكم من جديد. استنكر اللقاء الروحي التشاوري في مطرانية جبيل المارونية الأحداث في كل من غزة والموصل وسوريا. استنكارا لما يجري في غزة والموصل وسوريا، عقد اللقاء التشاوري للمرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية اجتماعا في مطرانية جبيل المارونية جرى خلاله مناقشة الأحداث الخطيرة التي تحصل في هذه البلدان والصمت العالمي إزاءه. المجتمعون أصدروا بيانا شددوا فيه على أهمية التعايش الإسلامي المسيحي في هذه المنطقة وضرورة الحفاظ عليه وعلى تكريس التعدد وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدين أن هذه التجربة هي العمود الفقري لمواجهة البربرية الوافدة إلى المنطقة والتي لا تمت بصلة إلى التاريخ والحضارة التي بناها المسلمون والمسيحيون معا. لأن قوة لبنان تقوم على تضامنه عندما نعلي الصوت مسيحيين ومسلمين لنرفض ولنقول بأن ما يجري هو
ليس فقط ضد المسيحيين ولكن ضد الإنسانية، ضد المسلمين، لأننا ننادي بالديانات السماوية التي تتلاقى. نعرب مسيحيين ومسلمين ونعبر عن استنكارنا لما يجري في الموصل وسوريا في حق الأبرياء وخصوصا المسيحيين منهم، والتعدي على الأعراض والحرمات والمقامات الدينية. لذا ندعو إلى كسر جدار الصمت والتخلي عن المواقف الخجولة والشروع بحركة استنكار واسعة تتضامن فيها المسيحية والإسلام لصون وجه الشرق الحقيقي والذود عن حقيقة القدس وأرض فلسطين. المجتمعون دعوا أيضا إلى تكوين قوة ضغط من قبل المرجعيات الدينية والسعي لتشكيل وفد يحمل إلى الدول المؤثرة تمسكه بصورة العيش مع المسلمين والمسيحيين، ويطالب الدول الكبرى بإيجاد حل سياسي يضمن بقاء المسيحيين والأقليات في أوطانهم بدل تسهيل انتقالهم إلى دول أخرى. وفي معراب أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن داعش تنظيم ظلامي إرهابي مجرم، وفي حال استمراره سيقضي على الإسلام والمسيحية وعلى الشرق الأوسط برمته. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن داعش هي تنظيم إرهابي بكل ما للكلمة من معنى، موضحا بأن استمرارها سيقضي على الإسلام والمسيحية وعلى الشرق الأوسط. جعجع أدان خلال استقباله وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ما يحصل في قطاع غزة والموصل، داعيا القوى السياسية في المنطقة إلى العمل من أجل إيقاف الحرب في غزة ومواجهة ظاهرة داعش. اللي صار وعم بصير بالموصل غير مقبول، شو ما كانت التعابير، يعني بجرب لقي تعابير تقوصوا فيها صراحة ما بلاقي، لأنه مش إنه اللي عم بصير ما قبل الإسلام ولا حتى ما قبل الجاهلية، اللي عم بصير يمكن وصف الوحيد اللي فيني أوصفه إياه إنه ما قبل التاريخ. الوضع منه مقبول. داعش تنظيم إرهابي بكل معنى الكلمة، تنظيم ظلامي، حين الوقت على أنه تجتمع الجامعة العربية على مستوى الرؤساء والملوك، تستجمع كل إمكانياتها السياسية، كل تقلب العالم إمكانياتها العملية، وتشوف شو بدها تاخد خطوات لإيقاف الحرب الدائرة في غزة بالوقت الحاضر. جعجع أشار إلى أن الفراغ على مستوى الرئاسة الأولى غير مقبول، ولم يعد مهزل فقط بل أصبح مأساة كاملة. اغتال مجهولون في جمهورية التوغو قنصل لبنان الفخري في جمهورية بنين أسعد الشغوري. وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية الاغتيال قد حصلت في اللوم المجاورة لكوتونو بعد توقف سائق شغوري عند إشارة المرور، حيث فتح مسلحون النار مباشرة عليهما مما أدى لوفاة شغوري على الفور وإصابة سائقه في خاصرته. وزارة الخارجية والمغتربين شرحت في بيان لها تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن شغوري كان في طريقه من كوتونو إلى منزله الكائن في توغو، حيث كان من المقرر أن يفتتح مشروعه التجاري الجديد لاروش لأدوات البناء والتعهدات، ولدى توقفه على إحدى إشارات الحمراء انهالت عليه رصاصات عشوائية من 5 سيارات مسلحة كانت تتبعه. وعلى الفور بدأ التحقيق بالحادثة والاتصال بشقيق المغدور جوزيف الشغوري لإبلاغه بحيثيات الجريمة، والذي لفت إلى أن عملية القتل تمت بدافع السرقة بانتظار التحقيقات الكاملة. وأشارت الوزارة إلى أن جثة القنصل المغدور ستصل إلى مطار رفيق الحرير الدولي مساء اليوم. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الأمم المتحدة تعلن عن هدنة إنسانية في غزة صباح اليوم، وإسرائيل تستبقها بقصف عنيف رفع حصيلة الشهداء إلى 1458. للأسف موضوع السلسلة بعد لهاللحظة عم يتناقش فيه. سلسلة الرتب والرواتب محور متابعة واجتماعات بين القوى والهيئات المعنية. انحلت، والإثبات على ذلك هو بيان اللي طلع اليوم من وزارة المالية. المؤسسة العامة للإسكان تطمئن إلى استمرار عملها وتؤكد وقوفها إلى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يحتاجون إلى خارطة طريق.